في قصص الشعوب، في قصص الشعوب طرائف لا تنتهي، وعالم حلو بهي يسكن في القلوب، في قصص الشعوب. كان يا مكان كان في ناس قبلنا بسنين، وناس عايشة معانا الحين، لهم قصص ما نعرفها ولا حد فينا سمعها، ويا الوقت اللي عشان تنقال، ويا الوقت اللي عشان تنقال. نبشنا نبشنا ولقينا وحوشنا، نبشنا نبشنا ولقينا وحوشنا. كان يا مكان كان في ناس قبلنا بسنين، وناس عايشة معانا الحين، لهم قصص ما نعرفها ولا حد فينا سمعها، ويا الوقت اللي عشان تنقال، ويا الوقت اللي عشان تنقال، ويا الوقت اللي عشان تنقال، ويا الوقت اللي عشان تنقال. في تاريخ 5/8/2015، يعني تقريبا قبل 6 سنين بالضبط، كانت عائلة البغلي قاعد تقضي الصيف كالعادة في رومانيا. فجأة اختفى ابوهم، ولغز الاختفاء ليومكم ما نحل. ظروف الغياب مالته غامضة، والاستنتاجات فيها مفتوحة، والحقيقة ما حد يعرفها. الكل قاعد يسأل اللي صار مدبر، اللي صار صدفة. عشان كذي ولد رياض بيسولف لنا اليوم عن تفاصيل القضية، في أمور تعرفونها وفي أمور أول مرة راح تسمعونها. سمعوا هالقصة. أخوي رياض، قبل نبلش بتفاصيل القصة خلنا نبتدي بالقصة من البداية، أو باختصار اليوم قبل تصير حادثة الاختفاء. وين كنتوا وشنو اللي كان صاير؟ والله اللي صار باليوم اللي قبله، يعني حالة حال أيام سابق بالرحلة هذه أو رحلة سابقة، احنا رايحين مع العائلة نتجمع مع الوالد والأهل هناك، سوالف إذا كنت قاعد معانا سوالف على الأهل وعلى وضع بالكويت ورومانيا، وإذا كان في مثلا رحلات قادمة وين نروح وني ورحته ونيته. فكان الموضوع كلش عادي، ما كان في أي شيء مريب أو غريب. يعني أول شيء يدور في بالنا، هل رومانيا هذا أول زيارة لكم ولا أنتم متعودين على طول تروحون هناك؟ يعني لا إحنا بلشنا بزيارات سفراتنا حق رومانيا من أوائل التسعينات. والمنطقة حسب ما أنت ذكرته أنها قرية بالضبط، كبيرة صغيرة؟ لا صغيرة، يعني عدد سكانها ما يتجاوز 500 نسمة. طيب. أهل القرية بينكم علاقة تعرفونهم؟ علاقة جدا وثيقة وطيبة، وعلاقة طيبة بيننا وبينهم، يعني حتى الوالد دايما يسمونه أبو فهد، يعني يعرفون أنه أبو فهد مو يعني اللي يسمونه كذي. اليوم إحنا وصلنا حق الليلة قبل حادثة الاختطاف، جمعك حوار مع الوالد الله يرد لكم إن شاء الله بالسلامة. الله يسلمك. والله هو يعني حوار عادي، مثل ما لما قاعد معه نسولف دائما، يسولف عن الوضع بالكويت شلون، الأهل، الشغل، خططنا القادمة، العودة، الرحلات، وحالته الصحية. يعني بحكم السن، هو طبعا يوم الاختفاء كان عمره 79 سنة، بس يعني البنية ضعيفة، مشيته بطيئة، بس بإدراكه ويروح يرجع ويتمشى، وصاحب قرار، يعني شخصيته قوية. وماكو مع في ناس وايد اعتقدوا انهم ممكن يكون حاسة لحظة يعني فقد ذاكرة او ذاكرة او كذا. لا مو صحيح، يعني ليه نفس اليوم الصبح العمي اللي كان مر عليه الصبح يسولف معاه عادي جدا، كلش عادي. اني حق يوم الحادثة، انت كنت متواجد هناك في رومانيا، كنت مع الوالد؟ اي نعم. أنا مريت عليه الصبح يوم الاختفاء، مريت عليه عقب ما مر عليه عمي، وسكنه قريب من بيت العم 5 دقائق مشي يعني، فمر عليه وسولف معه وترك. أنا قبل نروح الرحلة مريت أسلم عليه قبل، شفته نايم مريح ما أزعجته، بس عمي شافه قبلي بساعة أو شيء تقريبا. أنتوا كنتوا متواجدين أنت وعمك وهم الأهل، كلكم متواجدين في نفس المكان، كنت ساكنين معه ولا لا؟ لا احنا ساكنين بيت العم، انا العم وعياله واحفاده، انا من ضمن الوالد احفاده. زين، والوالد ساكن قريب من بيت العم بحكم انه نبي يكون قريب علينا، يمر علينا نمر عليه، يتغدى عنده ياكل عندنا، نودي يعني يكون يعني سهل تواصل بيننا وبينه. حلو. اليوم احنا وصلنا حق ان انت اليوم شفتوا الصبح نفسيته ممتازه، انت رحت مشوارك وصار الاشياء. منو اللي كان ساكن معه؟ في خادمه وحجزنا لها غرفه يم غرفته عسى تكون يعني
تخدمه. ساعة واحدة ونص الظهر تقريبا صار الحادث أو صار الموقف. شنو اللي صار بالضبط؟ طلع يتمشى بالوحدة وحدة ونص، آخر ناس شافوه إنه هو دخل البنسيون اللي قبال المكان سكنه، ويقولون إنه هو قاعد مع في كانت طاولة قاعدين فيها مجموعة النزلاء بالبنسيون الثاني، قاعد معاهم شوي وقال لهم أنا بصعد الدري هذا اللي يودي للغابة. الدري هذا 166 عتبة، فيعني صعب إنه يصعده، فهم قالوا إنه هو صعد وبعدها عدى الحاجز أو السور الخلفي اللي من فوق ودش الغابة. هذا آخر شيء الناس شافوه. اللي كانوا موجودين قالوا لكم إن إحنا آخر مرة شفناه طلع من هالباب. بالضبط، صعد فوق وطلع اتجاه الغابة. بس أنت باعتقادك ومعرفتك في الوالد مستحيل، يعني إحنا وحتى الوفود الأبنية الكويتية اللي راحت هناك وجيراننا ومعارفنا، أي أحد يشوف المكان يقول مستحيل والدي يصعد. اللي يعرفون الوالد طبعاً، اللي يعرفون الوالد يقول هذا صحته ما تسمح لنا يصعد فوق. أنت ذكرت أن الوالد كانت معاه واحدة اللي هي الخادمة اللي كانت تخدمه. نعم. يعني أكيد أي واحد بيفكر أول شيء أنه ممكن هي عندها علم أو شافته أو غيره. شنو كان موقفها؟ يعني هي أول ما درت إن أو قصدي شافته يدخل المكان هذا حق تمشي طمنت إنه هو إنه راح مكان معروف يعني. فلما تأخرت عودته صار له قلق وصار تواصل معنا إنه صار له مثل ساعة وما رجع وأكثر من ساعة. هني صار إن هي صعدت الدري تبحث عنه وبلغت أهلها، هاي بالخطوة الأولى بأول ساعة هذه. بعدين هناك هن سوينا اتصالات مع معارفنا اللي بالقرية وصعدوا يدورون من أكثر من جهة باتجاه الباب الخلفي مال اللي يودي حق الغابة، فعسسنا يشوفون من على كلامهم إنه يعني على كلام المبني إنه هو كان طالع من هالباب. إحنا خدنا السيناريو هذا بالبداية يعني إنه هو هذا اللي قالوا. وأهل القرية كلها اللي موجودة في رومانيا أو يعني غالبيتهم يو دوروا معكم، أنت كنت خارج القرية. إحنا خارج القرية كنا برحلة. رجعتوا عقب إيش كثر؟ إحنا اللي صار المسافة بعيدة شوي بالرحلة، إحنا ما درينا وبدأ القلق شوي إنه هو ما رجع بحوالي ساعة أربعة تقريبا، استعجلنا بالعودة وعمي استعجل أكثر بسيارته الخاصة الصغيرة وإحنا الباص العود على ما لمنا من العيال وكذا وكذي وجمعناهم ورجعنا حوالي الساعة ثمان بالليل. يعني هل باعتقادك إنه ممكن يكون الموضوع مدبر؟ يعني شنو السيناريو اللي انت باعتقادك انه كان يومها، انا ما اتكلم عن اليوم عقب ست سنوات، يومها شنو كان؟ في اللحظات الاولى اعتقدنا انه ضاع او بالساعات الاولى انه ضاع، ولان احنا قدنا سيناريو مال الصعود بعد مو متخيل انه هو ما ترتبت افكارنا وقلنا انه هو الصعود صعب وكذا وكذا، فقال خلاص دخل الغابه قصدي وصار ضاع هناك. فلما طولت السالفة وصار البحث قوي من الجهة الخلفية ومن إدام صوب بنسيون ومن جوانب، فعرفنا أنه هو يعني صار البحث لمكان مستحيل يوصل له بصحته بطرف صحته. صحيح. ايه فهني عاد بدأت قعدنا وعلى ما اتصلنا بالشرطة وجاءوا من السفارة الكويتية جاونا هناك تواصلنا معاهم بدأت الأفكار تترتب شوي الواحد مخه يهدى شوي. أكيد. فعرفنا أنه هو مو سالفة ضياع، أنه ممكن يكون شيء ثاني يعني اختطاف. بالضبط. الاعتقاد الاختطاف ليوم انت ليوم وارد. احنا من صارت السالفه لي يعني الفترات الاولى كان واحد راسم اكثر من سيناريو. صح. يعني ممكن يكون لا سمح الله اختطاف بقصد سرقه. اوكي. حادث سياره والمتسبب يخفي خاف كذا، فوايد اشياء كانت تدور ببالنا بذاك الوقت. الاعتقاد الاختطاف ليوم انت ليوم وارد. احنا من صارت السالفه لي يعني الفترات الاولى كان واحد راسم اكثر من سيناريو. صح. يعني ممكن يكون لا سمح الله اختطاف بقصد سرقه. اوكي. حادث سياره والمتسبب يخفي خاف كذا، فوايد اشياء كانت تدور ببالنا بذاك الوقت. بس انت على الاوضاع اللي هناك في البلد وبالقريه اعتقد على كلامك اخوي رياض القرية صغيرة يعني. صغيرة قرية. صغيرة. 500 نسمة يعني. يعني وتحركات ما يعني واضحة. لو يصير مثلاً إحنا ليش بالبداية كان سيناريوهات كثيرة وخفت بعد الأيام، إن إحنا لما أحد يحل الموضوع لو صار حادث سيارة كمثال شارع واحد اللي هو يقطع القرية، يعني لو صار حادث سيارة بسرعة عالية كان الكل اللي حوالين المكان راح ينتبهون. هذا الفرضية شلناها.
الفرضية الأخرى إن مثلاً ضيع بالغابة أهم هذا أكيد. مثل ما قلت لك اللي هو صار البحث واختفى غزي السيناريو هذا أهم بعد تلاشى في من ضمن احتمالات قالوا إنه في حيوانات مفترسة يعني بالغابة بس بالفترة هذه فترة الصيف ما في ما تتواجد حيوانات مفترسة قريبة من القرية. وصلنا على موضوع المكافأة اللي أنتوا حددتوها في قرى أو في المناطق نقول الفقيرة أكيد يصير في طمع على هالموضوع. الموضوع مكافأة ما كان ما ظهر إلا عقب فترة اللي قبل ما تأكدنا أو قصدي الاحتمال فرضية الاخطاف هي اللي ظلت. كم حددت المكافأة؟ إحنا بدت بـ 100,000 يورو. زدناها تدريجي لما وصلناها 500,000 يورو. بعدين زدناها فترة مؤقتة فقط شهر 1,000,000 يورو. حسب نصيحة المختصين قالوا لنا إذا أنتم تستمرون بالصعود فالناس تنطر أكثر صح. يعني فأنتوا حدوها حسن عنده معلومة يقدمها وإذا طاف الشهر ترجع 500,000 مرة ثانية. فياتنا اتصالات كثيرة يدعون إن إنهم عثروا عليه فالبعض عندهم معلومات وهمية أو بعضهم يعني يصير اشتباه أنا شفته مكان فلاني ما يعطي أي دليل آخر مقابل تعطيني جزء مقابل تعطيني بالضبط إيه. فما كان في تعامل معهم أنت شخصيا إحنا والسفارة يعني عندنا تليفونات خاصة حق المكافأة اللي يرد عليها اللي يتكلم روماني وعربي يأخذ المعلومات ونوصلها حق الشرطة ونساعد بعضها نبحث عنها نبحث إحنا دايركت يعني تمام. السفارة الكويتية في رومانيا شنو كان دورها بعد حادثة الاختطاف؟ والله يعني ما قصروا من الساعة الأولى يعني من المساء يعني بالماسي من السفارة ذكر بالخير الأخ عادل العسكر ومع موظفين محليين الأخ رياض والأخ محمد هذا ظلوا معنا أسبوعين بالقرية يعني هادين أهاليهم وأعمالهم وكذا كانوا يتابعون فترات التحقيقات وساعدونا بالترجمة ومع الشرطة وكذي. هذا الجانب الحكومي سواء في الكويت أو في رومانيا بس أكيد كأولاد أو كأهلة كان لكم تحركات شنو اللي سويتوه عشان تساعدون في عملية البحث عن إن شاء الله العم محمد البغلي ويقر عينكم فيه إن شاء الله. إحنا صار في تحركات من طرفنا من ضمنها أرسلنا ناس بالقرية رومانيين يسكنون قريب من البنسيون هذا وسكنوا بالبنسيون اللي كان ساكن فيه الوالد يقعدون أسبوع أسبوعين يحاولون أهل القرية سوالف معاهم وكذا يحاولون يأخذون منهم معلومات قدر الإمكان بس للأسف ما حصلنا شيء. والغريبة أن الشخص هذا اللي هو اللي احنا نقولنا عليه شكوك أو عليه الدائرة الحمراء اللي هو صاحب الفندق بالضبط حاولوا يسكنوا عنده مع أنه كان في غرف فاضية ما رضي يسكنهم يعني حتى في يعني الوضع مريب الشخص هذا يعني ما يسكن أي أحد ما يشغل أي أحد من أهل القرية. هذا بالأساس ولا بعد الحادثة؟ احنا طبعا ما كنا نعرف عدد بس بعد الحادث الوالد اول مره يسكن عنده لا ما سكن عنده هذا الفندق اللي دخل الفندق فيه الفندق اللي دخل منه اول مره يتردد عليه بطول 20 سنه دخل مره واحده بس احنا بنروح نرجع بنقول لو بنحط اتهام على شخص غير صاحب هذا هل نقدر نقول السايق الشخصي اللي كان هناك الخادمه يمكن يكون لهم داعي السرقه داعي الاشياء؟ والله هو يعني انا استغفر الله يعني ظلم شينا ما ابي واحد يحط بذمته لا هو ايه بس هو يعني كنوع من ال لا عادي هو ساعات مثلا انت لما تصير شغله مثل هذه يعني تشك بالجميع صح. ايه بالنسبه حق السايق كان معنا بالرحله هو كان سايق سياره العم وما كان موجود باللحظه هذه او وقت الاختفاء. الخادمه نعرفها من 20 سنه ومع ذلك هم بعد شكينا فيها وصار تحقيقات او حققوا معاها وعرضوا حق جهاز كشف في الكذب بعد فتره وطلعت يعني ماكو شيء عندها. في شكوك صار ساعات مثلا غير هذا باولو اللي هو صاحب البنسون الثاني يكون مثلا عمال مؤقتين يشتغلون بالبيت صح. عندنا فيشوفون الوضع العام وكذا يعني يطمعون بالسرقه وممكن استغلوا فتره غيابنا كانوا يعرفون صح. من خلال سؤالهم حق اللي حوالينا ان هذا اللي مثلا يطلعون كل اسبوع رحله والشخص هذا يضل بروحه يكون يعني سهل سرقته بحكم السن وكذا يعني. بس بعد الاختفاء ما انفقد من الوالد شيء يعني ما جنطته موجوده اللي فيها لفس بالغرفه ساعته اغراضه كذا كل شيء موجود بالغرفه ما فقدنا شيء يعني ما فقدت شيء فاستبعدته استبعدنا الجانب بالضبط عقب خلال هالست سنوات إيه؟ هل تواصلتوا روحاتكم لرومانيا انت والاهل والأخوان؟ للاسف مع الاهل لا يعني احنا يوم من صار الاختفاء كان المفروض نرجع بعد تقريبا اسبوعين استعجلنا عوده الاهل الكل رجع حتى
خاص الوضع صار يعني نفسياً يعني صعب شوي، ما قام يطلعون بس بالبيت وكذا، صار ما طلعت وصارت كلش محدودة جداً. فرجعوا وظليت أنا ويلعم وأخوي حمد يا رومانيا، وبعدها بدأت تناوب مع الإخوان يعني من يومها. بعدين إحنا سوينا جدول مع الإخوان نكون متواجدينها بصفة مستمرة. بالوقت الحالي يعني عقب 6 سنوات، أنت برأيك الشخصي استنتاجك شنو تتوقع صار؟ والله الإجابة على السؤال صعبة شوية. لأن أكيد. إيه لأنه يعني مثل ما. بس يعني مع المعطيات، أنا كنت أكثر شخص رحت رومانيا تواصلت معه يومها كنت وياه قبلها، استنتاجك يعني بالأخير يعني تحس إنه يعني وين وصلنا؟ تفكير يعني احنا بالنسبه لعقلتهم العقل يفكر والقلب يفكر اكيد يعني زين، بس احنا نتجه حق القلب اكثر يعني يحاول يبعد تفكير المنطق شي يقول بالضبط ايه. بس يعني احنا يعني مع الظروف الصحيه للوالد بحكم السن طول الفتره الزمنيه يعني ما زال الامل موجود يعني ما زال ماكو شيء بعيد عن رب العالمين، خاصه احنا عرفنا انه بحالات سابقه الواحد لما يدخل بالشغله هذه يقرا ويسمع وكذا، فكثير حالات سابقه ظلت لها كم سنه. يعني سؤال يراود اكيد المشاهد يراودني وكلنا، اخر معلومه وصلتكم شنو هي؟ كمعلومه حقيقيه ومعلومه بيدنا ان يعني بدايه الخيط ماكو شيء للاسف، بعد فتره طويله هذه للحين ماكو اثر ولا مشتبه فيه ولا حتى يعني اتصال ولا رسالة ولا تلميح، اتصال يعني حقيقي أو صادق نقول، في اتصالات كثيرة عثنا بس قصدي إنه شيء حقيقي شيء بيدنا ملموس ماكو شيء. والله يعني كلامك على متمة، وأنا متأكد أنتم اليوم في هالليالي الفضيلة في رمضان دعواتكم صادقة حق العم محمد البغلي إنه يرجع بالسلامة لأهله ولعياله، ونسمع إن شاء الله خبر طيب منكم. قولوا آمين. شوفكم الحلقة الجاية.